نظرا للحرائق المندلعة على مستوى بعض ولايات الوطن، مديرية الحماية المدنية لولاية خنشلة بالتنسيق مع أعوان محافظة الغابات رانا دائما في حالة استباقية لأي طارئ، وهذا نحن اليوم على مستوى الكدية الحمراء، المكان المسمى الكدية الحمراء بلدية ودائرة خنشلة، وهذه الهدف منه هو الوقوف على مدى جاهزية الأعوان وكذلك وضعهم في حال تأهب للتدخل في حالة حدوث أي حريق غابي على مستوى ولاية خنشلة. احنا على مستوى محافظة الغابات لولاية خنشلة إلى حد الآن سجلنا ما يقارب 25 حريق بمساحة إجمالية قدرت ب 13.5 هكتار، منها 16 حريق على مستوى الغابات بما فيها الأدغال وكذلك الأحراش، بالإضافة إلى 6 حرائق على مستوى الغطاء الحلفائي بمساحة قدرت ب 8.5 هكتار والباقي عبارة عن غابات وأحراش.